السلام عليكم الشابات الفتينات الغزالات المنورات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفال ديالكم يا السمرات، وسمحوا لي على هذا التاخير، راني ما نسيكمش، فقط هو شويه ظروف. فان شاء الله يكون الفال ديالكم فال خير وفال ايجابي، وان شاء الله تلقاو اجابه للاسئله ديالكم في هذا الفال. هذا غادي يكون مفصل وان شاء الله خير. البنات ما تنساو ليش لايك وفعلوا الجرس باش تتشاركوا حتى في المنتدى، فعلوا على جميع الاشعارات، لان كاين البعض كيشغلوا غير على باش يوصلوا الجديد ديال الفيديوهات. ففعلوا الجرس على كل شيء، يعني ديريه بوغ تو. لان كنشوف بنات قلال اللي مشاركات في المنتدى، فان شاء الله الجميع يشترك. فعلوا الجرس، هذا الحظ ديالك وهذه انت يا السمراء. فان شاء الله فالك فال خير وفال ايجابي. هذا قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك على مناسبه ساره وشويه التفكير ديالك سلبي، وكتفكري في حاجات اللي هي غير صالحه ليك، كتفكري في حاجات اللي هي كتقلقك. فنسي مثلا الاشياء اللي ضرك، نسيها، ما تبقيش تركزي عليها. فكلما ركزتي التفكير ديالك على الاشياء اللي هي كتضرك، كلما كتزيدي كتثبتيها، وكلما هي كتبقى معك. هنا ياتيك الله بعتبه، فمنكم البعض اللي غادي يغير السكن ديالو، ممكن اللي غادي يكون عنده شراء بيت، وممكن اللي غادي يدخل عتبه اخرى ديال ناس اخرين، او غادي يكون معزوم عند ناس اخرين. فانتي الا كنتي، سمحوا لي على هذا الصداع، ما كيلقى هاد الكاميونات ما كيلقى فوق حتى شي دوزو حتى كنكونوا نديروا القراءه. فانتي الشيء اللي راكي متردده عليه اللي هو مادي، فما تردديش. الا كنتي مثلا باغا تشري حاجه اللي هي مهمه، فما تردديش، فخديها شريها، حيدي عليك هذاك التردد. وكذلك اللي عندها تردد بخصوص شخص حنطي وهو اجنبي او في البلاد البعيده، فما تردديش بالخصوص ديال هذا الشخص هذا، سواء هذا الشخص دخل في حياتك جديد اللي هو حنطي وهو من البلاد البعيده او هو اجنبي، فما تردديش، فهو شخص ممتاز مزيان. حتى الا كان عندك حبيب حنطي وكتقولي واش نستمر معاه او لا، فاستمري معاه اللي هو في البلاد البعيده او هو اجنبي. وكذلك اللي عندها حنطي لبسه رسميه وكتنتظر الرجوع او مكالمه هاتفيه، راه كاين رجوع وكاين مكالمه هاتفيه. واللي كتنتظر حنطي غائب مده طويله وكتنتظر الرجوع ديالو من سفر او الرجوع ديالو الى البيت، فكاين الرجوع ديالو الى البيت وكاين عنده سفر رجوع. كاين عندكم خبر مهم غادي تسمعوه بخصوص الدار ديالكم او بخصوص العتبة. بالنسبة اللي عندها الابيض يا السمراء، فالابيض اللي هي كدير طاقة روحانية لهذا الابيض للزواج او للرجوع، فراه كاين زواج وكاين رجوع. وكاين اللي عندها الابيض هو يعمل في اداره ويلبس لباس رسمي، ف
فعنده امرأة اخرى في حياته هاد الايام هادي، وهو كاين البعض فيكم اللي متردد. هاد الابيض عنده اختيارين، كأنه عنده حبيبتين. فالبعض منكم، هذه رسالة جاية لبعض منكم، وخصوصا السمراء اللي سبق لها الزواج ومطلقه وعندها اطفال. السمراء اللي عندها اطفال خاص بها هاد الرسالة، او خاصة بها هاد الرسالة. انت يا السمراء اللي عندك اطفال مطلقه، هاد الابيض عريض الكتاف ممكن يكون الطليق ديالك وناوي الرجوع، وممكن يكون الحبيب ديالك، فهو عنده اختيار بينك وبين وحدة اخرى. يعني هو كيفكر واش يرجع لك، واش ياخدك. وكاين حتى اللي عندها حبيب، ماشي حتى طليق، حتى حبيب، وانت عندك اطفال يا السمراء، فراه كيفكر بينك وبين هادي شكون اللي غادي ياخد. هو كيفكر في الاستقرار، كيفكر في الزواج، ولكن مازال متردد. فشكون منكم يا السمراء اللي غادي تفوز بهذا الابيض؟ هي اللي جالسه كدير في طاقات روحانيه ليه. اوكي، بالنسبه للاخريات، السمرات اللي من غير هذه اللي مطلقه وعندها اطفال، فالابيض عريض الكتفين راه طايح في ظهرك، بينك وبينه رزقه، او بينك وبينه حاجه كبيره، كاين بينك وبينه حدود سواء كان حبيب او كان زوج، فانت محظوظه معاه هاد الايام هادي. كاين بيناتكم رزقه، ممكن حتى انه يهديك هديه. بالنسبه اللي عندها الاسمر، فالاسمر كيبان انه رد عليك بالظهر، واخا الاستمراريه مازال معاه، واخا كاين عندكم استمراريه مع الاسمر، ولكن هاد الايام تيبان لي بانه رد عليك بالظهر. هو عنده اشغال ولا عنده مشاكل، وعليه العين وضغوطات، وعليه حسد، وعليه عين بزاف، وبزاف الناس كيعمروه، يعني كيسمع الهضره ديال الناس. هاد السمر هاد الايام كيسمع الهضره ديال الناس اكثر ما كيسمع الهضره ديالك يا السمراء. بالنسبه قلنا للحنطي، فاللي عندها الحنطي في البلاد البعيده او هو اجنبي، فراه كاين رجوع، او الا كنتي كتنتظري المجيء ديالو، مثلا هو غايب مده طويله وكتنتظريه يدخل البلاد، فراه كاين الدخول ديالو للبلاد سواء كان اجنبي او كان في البلاد البعيده. ونقولوا الحنطي كذلك اللي كتنتظر الرجوع، او هي مخاصمه مع هذا الحنطي فكاين رجوع، واللي كتنتظر مكالمه هاتفيه من الحنطي راه كاين مكالمه هاتفيه، وعندك معاه حظوظ كبيره، وكاين حاجه زوينه في هذا الاسبوع هذا. وكذلك بالخصوص الحنطي اللي هو يلبس لباس رسمي، فراه كاين رجوع وكاين مكالمه هاتفيه، فهذا مجال الفال الاول بالنسبه لك يا السمراء. نعاودو نشوفو الفال الثاني. فهادي انتيا السمراء، وهذا الحظ ديالك ان شاء الله، فالك فال خير وفال ايجابي. هذا قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله. قلبك على العمل او على إدارة او على محكمة، وكتفكري في فلوس، ويأتيك الله بالصحة ديالك وراحة البال. فكل وحدة فيكم كانت شوية تعبانة هاد الايام، او كانت حاسة بمرض او عياء او قلق من ناحية ديال الصحة ديالها، فراه عندك تحسن في الصحة وتشافي. فانت يلي قلبك على دراسة او على محكمة او على عمل او على ادارة، فراه غادي تظهري بهذا الخصوص هذا. وكاين اللي عندها كذلك حظوظ مع هذا السمر، وخصوصا المغتربات اللي عندها الاسمر، فعندك حظوظ معاه كثيرة. قلنا الحنطي جاي في سفر،
انت عندك اوراق كنتي تغدرتي بخصوص هاد الاوراق وتألمتي بخصوص هاد الاوراق وكتنتظريها بفارغ الصبر، فراه غادي ترجع لك هاد الاوراق ولا غادي تحصلي على هاد الاوراق. وكاين اللي كتنتظر حمل فمازال عندك شويه تاخير في الحمل، واللي كيأخر لك الحمل انت يا السمره اللي داخله باش تشوفي على الحمل فهو النفسيه ديالك. فالنفسيه ديالك كتاثر لك على الصحه ديالك وكتاثر على ان الحمل ما كيكونش، فريحي بالك، خرجي يعني كوني نشيطه، حتى الا كنتي في واحد الوسط اللي هو مضايقك فخرجي من هذاك الوسط، ارفعي المعنويات لراسك، ديري اشياء اللي ترفه عليك، اشياء اللي تحسك بان طاقتك ايجابيه حتى انه يحصل عندك هذا الحمل. وقلنا الاوراق اللي انتيا كانوا متوقفين لك او تغدرتي بخصوص هذه العقود او هذه الاوراق فراه مازال غادي ترجع لك وغادي تفرحي عليها فرحه كبيره. كاين شي شويه ديال مشاكل في العتبه، وخصوصا اللي عندها السمر راه كيديروا لكم طاقه هنا ديال سلبيه، ممكن يدير لكم سحر تفريق هاد الايام اللي عندها السمر، كاين شي شويه مشاكل في العتبه. فقط الاسمر بالنسبه للسمراوات المغتربات، عندك مع الاسمر حظوظ، عندك معاه هدايا، عندك معاه خروجات، عندك معاه حاجات زوينه فقط للمغتربات. اما الاخريات فعندكم مشاكل مع هذا الاسمر، هذا عندكم حتى اللي كيدير لكم سحر تفريق مع هذا الاسمر هذا. بالنسبه للابيض فهو كيشوف العتبه، عنده ارزاق كثيره هذا الابيض، هذا عليه العين والحسد. بالنسبه لك كتفكري بزاف في الحياه الزوجيه ديالك هاد الايام، كتفكري حتى في الحياه العاطفيه. فانت بعد رؤيتك لهاد القراءه بعد 6 ايام للقدام غادي الحياه العاطفيه ديالك غادي تكون متميزه وغادي تكون احسن. البعض منكم الابيض شويه كيبان لي مريض مغير، ما عجبوش الحال هاد الابيض هذا، كيبان لي مريض او هو مغير. وكذلك عندك يا السمراء مكالمة هاتفية من عند مرأة كبيرة في السن، والمكالمة هذه بخصوص حاجة كبيرة، حاجة مهمة غادي تكون بينك وبينها وغادي تفرحوا عليها نتوما بجوج. فهذا ما قال الفال الثاني بالنسبة لك، فتيقول لك الفال بالنسبة للمغتربات اللي عندهم أسمر سواء زوج أو حبيب، عندك زهر معاه، عندك حظوظ معاه، كاين حتى رجوع وكاين سفر بينك وبين هاد السمر، حتى اللي كتنتظري سفر مع هاد السمر فراه غادي يكون عندك سفر. بالنسبة قلنا اللي هي متزوجة من غير المغتربات فعندكم شويه مشاكل مع هاد الاسمر، وكاين اللي كيدير لكم هاد الايام سحر تفريق بينك وبين هاد الاسمر هذا. وقلنا بالنسبه للابيض راه داخل العتبه، وهاد الابيض عنده ارزاق كثيره ولكن عليه العين والحسد هاد الايام هذه، وكانه شويه غادي يكون مقلق مغير، ما عجبوش الحال حتى يكون مريض يمكن. فانتيا كتشوفي الاوراق او عقود كنتي تغدرتي عليهم او كانت عليها عكوسات هاد الاوراق او العقود، فهاد الايام الماجيه غادي ترجع لك هاد الاوراق وغادي تحصلي عليها وغادي تفرحي عليها فرحه كبيره. بالنسبه للحياه العاطفيه فشويه يعني متوسطة، ولكن بعد مرور 6 ايام فالحياه العاطفيه ديالك او الحياه الزوجيه او بيت الفراش ديالك غادي يكون اسعد. فهذا كان الفال الثاني، وغادي نشوف لك الفال الثالث. وهذه انت يا السمراء وهذا الحظ ديالك، وان شاء الله فالك فال خير وفال ايجابي. وهذا قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله. قلبك دائما على الدراسة أو العمل أو محكمة أو كل ما يخص الإدارة، وكتفكري في البيت ديالك أو في العتبة. ومن دابا 3 أيام ولا 3 أوقات غادي يكون عندك شي حاجة في العتبة، يا إما غادي تغيري البيت ديالك، يا إما غادي تشري بيت، يا إما غادي تمشي لعتبة أخرى. وهنا يأتيك الله بفلوس، يعني جايتك فلوس واخا هي شوية قليلة، ماشي مبلغ اللي هو كبير. كاين اللي عندها تغيير في العمل،
واللي هي موظفه ومعها شخص حنطي، فهاد الحنطي راه مزيان الا كنتي كترددي بالخصوص ديال هاد الحنطي، فراه باغي يهضر معاك. راجل في العمل عنده فليسات، المركز ديالو جيد، كاين فيكم اللي غادي يكون عندها زواج، وخصوصا اللي داخل في حياتها شخص جديد واللي عندها اطفال، اللي عندها اطفال وهي مطلقه او ارمله، فانتم عندكم الحظ في الزواج اكثر او الخطوبه. وحتى اللي داخل في حياتها شخص جديد والعازبات اللي ما عندهمش حبيب، انتم عندكم فرص للزواج لان عندكم حظوظ ظاهره بخصوص عقد، بخصوص اوراق، على علام الفرح، على تغيير الى الاحسن مع شخص جديد داخل مؤخرا في حياتكم، غادي يكون معاه زواج. وكذلك الارمله او المطلقه اللي عندها ابناء، فعندك فرص الزواج مفتوحه هاد الايام هذه. اللي كتنتظر مكالمه هاتفيه من عند الحنطي او الابيض فالمكالمه كاينه. انت شويه مقلقه من ناحيه ديال الصحه ديالك وهزه الهم على صحتك، فانت يا هذيك السمره اللي خايفه على صحتك، فالامور جيده، فقط عندك وسواس، فقط انت متوسوسه، فالامور عندك جيده، لا مرض ولا شيء خطير ولا شيء. حتى الا كان عندك شي حاجه فهي تكون بسيطه، الصحه ديالك في تحسن، الصحه ديالك مزيان، حيدي عليك الوسواس. السمراوات هادو اللي عندهم هاد الهوس ديال انهم مرض، انهم صحتهم ماشي هذيك، راه جايكم جوج د الارزاق من مدينه بعيده او من بلد بعيد، هي رزقه متوسطه وبعدها رزقه كبيره ان شاء الله. اللي كتنتظر منكم مكالمه هاتفيه من عند الحنطي او الابيض فالمكالمه كاينه، وكذلك كاين اللي غادي تسمع خبر عاطفي غادي يسرها، الخبر العاطفي اللي كتنتظر الرجوع منكم وباغيه العوده مثلا الى الطليق ديالها، وكتقول واش غادي نرجع ولا ما نرجعش. وكذلك اللي عندها الحبيب ومتخاصمين، فانتما عندكم رجوع في هذه الايام، عندكم رجوع، عندكم حظوظ ديال اللقاء بالحبيب او رجوع الطليق ديالكم. هذا اللي كنشوف قال الفال ديالكم. فحاولي انك تحيدي هذاك القلق ديالك وهذيك الغمه وهذاك الانعزال، انتما السمراوات هاد الايام ما تبقاوش منعزلات، ما تبقاوش عندكم هذاك الوسواس، انا ما عندي زهر، انا مغيره، انا مريضه. حيدي الوسواس لان هذاك الشيء بحال تيخلي الناس يبعدوا عليك. شوفي الناس كلهم فين كيشوفوا، كلهم كيشوفوا الجهه وانت كتشوفي الجهه، فكل شيء منك، لان انت اللي كتخلقي هذاك الجو لراسك براسك. فما تنعزليش، ما تكونش عندك داك الوسواس ديال المرض، ما تقوليش. كاينين هنا البعض اللي كيقولوا انا ما دايها فيا حد، لا انا ماشي مقبوله، لا الناس ما كتبغينيش، لا انت اللي خلقه هذاك الشيء لنفسك. فنعاودوها، فقلنا هنا بالنسبه للعمل، الدراسه او حاجه على طبله المخزن، فعندكم عليها حاجات زوينه. كاين اللي عندها تغييرات في العمل او ترتيبات او اعاده دراسه العمل ديالها. بالنسبه للحنطي، فالحنطي عندك معاه حاجات زوينه، وما تردديش بخصوص هذا الحنطي، اللي هي كتردد بخصوص الحنطي، فالحنطي مزيان، ما تردديش بهذا الخصوص. عنده فلوس، حتى الا ما كانش عنده فلوس وكنتي مثلا كتقولي هذا ما لبش عليه، ما ميسوش، فمازال ربي هذا الحنطي غادي يوسع عليه. وكاين اللي هو حنطي وعنده فلوس، فما تردديش نهائيا بخصوص الحنطيه السمراء، حتى ولو الناس تيقولوا لك عليه خايب، او ناس كتبغي توصل لك عليه اخبار اللي هي غير جيده، فما تسمعي لهمش، لان الحنطي طلع لك في الورق ممتاز جدا. قلنا اوراق غادي تفرحي عليها، اوراق غادي تزهري عليها، عندك علامه الفرح، عندك تغييرات الى الاحسن. بالنسبه للمطلقه الارمله اللي عندها اطفال وباغيه الزواج، فعندك احتمالات زواج كبيره هاد الايام. وكذلك حتى العزباء اللي ما عندهاش حبيب، راه عندك فرص الزواج، وخصوصا اللي دخل مؤخرا في حياتها شخص جديد. ما تنعزليش هاد الايام، ما يكونش عندك الوسواس ديال الصحه. اللي كتنتظر مكالمه من الحنطي ولا الابيض، راه كاينه مكالمه بينك وبينه، ولكني كيبانوا لي هاد الحنطي والابيض، واخا كاينه المكالمه كوني شويه هادئه، لان شويه ما مرتاحش هاد الشخص الابيض، شويه مرتبك.
واللي داخله باش تعرف اللي داخله وشاكه في الابيض واش عنده حبيبه، ففعلا عنده حبيبه ولكني مخاصم معها او غادي تفرق معها هاد الايام، ما كاينش بيناتهم شي تواصل. فهذا كان الفال ديالك يا السمراء، ان شاء الله يكون عجبك الفال. شكرا لك وتهلاي في راسك واستمتعي بالحياه ديالك، والى اللقاء ان شاء الله في فال اخر جديد، وسمحوا لي على التاخير، وباي باي.